كان أمها كالخيال أصبح جسدها، شلون زينب وشيت قاست من بعدها، ذيج دفعوا بابها ولطموه خدها، وهاي جروا المعصب اللي كان عدها. وزينب بعد طول الألم وجروح الليالي وعيشة الذل بلا حمي وعالي، بعد مت نكس الراس الشان عالي، شقد بجت عين العقيلة الحارة عالي، جن صوتي يقول عفتوني بحالي، ما أحد من أهلي بالغربة جالي، وجن صوتي يقول عفتوني بحالي، ما أحد من أهلي بالغربة غجالي، ما نختكم يعني تنسوني عجيبة، وهذه يعني من مصيبة لا مصيبة، لو نسى أم الخدر بعد شنو تنتظر، لو نسى أم الخدر بعد شنو تنتظر، فارقوها وعنها راحوا كل أهلها، أمها كالخيال أصبح جسدها، شلون زينب وشت قاست من بعدها، ذيج دفعوا بابها ولطموه خدها، وهاي جرب معصب اللي كان عيدها، فاطمة هيبت علي قدرت تردها، وهاي ذبحه واهلها وردت وحدها، فاطمه هيبت علي قدرت تردها، وهاي ذبحه واهلها وردت وحدها، من رحمها ومن عليها حن من الناس، شنهي حالات من تعود حسين وعباس، الليلة صارت تحتضر بعد شنغل تنتظر، الليلة صارت تحتضر بعد شنغل تنتظر، فارقوها وعن غراحة وكل أهلها، ضحك ثغر الدهر وياها في يوم، يا ما بدموع الفقير سهرت لي نجوم، من جلوس تصلي لن ما تقدر تقول، موت
تقني تبجف مو لأني ثاني مكلوب الرضا بتصبر ورمل ومكلثوم خيمة صارت والخدر بالنار مضروب يوب الرضا بتصبر ورمل ومكلثوم خيمة صارت والخدر بالنار مضروب من إليها بعدها الغل ضيعوها من يجيها لو في غربتها نسوها جرح ما ظن ينجبر بعد شنغل تنتظر جرح ما ظن ينجبر بعد شنغل تنتظر فارقوها وعن غراحة وكل دنيا وألم هاد بلا نهاية شلون تنسى الشام ويقف السباية من خذوهم للدعي وراحوا هدايا شلون ربات الخدر ركبوا مطاية شالوا الآلام والهم والرزاية وهي ظلت تنتخي بشايل راية وشعلوا الألم والغم والرزاية وهي ظلت تنتخي بشايل راية وهذه زينب غزمن بيها قسو جار لنها ورثت كل ألم من هجمة الدار ضلع أمها المنكسر بعد شنغل تنتظر ضلع أمها المنكسر بعد شنغل تنتظر فارقوها وعنها راحوا كل صرخ يا مظلوم اي ابا هذا كان 24 ساعة بالمسجد يقول لا اله الا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة